مصر جهوداً كبيرة للحفاظ على أصولها الطبيعية وإدارة مواردها بفاعلية وكفاءة لضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية. تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021 التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار، يوثق تلك الجهود ويرصد أثرها على استدامة البيئة في مصر. إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وعملت مصر على ترشيد استخدام المياه وتحسين منظومة الري من خلال مشروع ضخم لتبطين الترع ودراسة حلول غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه، مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الري والصرف الصحي. كما قامت بإصلاحات لمنظومة الطاقة، بدأت بنظام لترشيد دعم الطاقة يضبط أنماط الاستهلاك غير المستدامة لمصادرها التقليدية ويسعى لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان توجيهه لمستحقيه. وتبنت مصر مشروعاً رائداً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة وكافة الأجهزة الكهربائية المنزلية. كذلك زادت مصر اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة وأنشأت واحداً من أكبر المشاريع عالمياً لإنتاج الطاقة الشمسية. وكانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات حكومية خضراء، وهو ما وضع مصر على خارطة التمويل المستدام بالمنطقة. كما بدأت في التخطيط لضمان أن تكون مسارات التعافي الاقتصادي الاجتماعي ما بعد جائحة كوفيد-19 خضراء ومراعية للبيئة. وفي إطار جهود مصر للحفاظ على مصادرها الطبيعية كمقاوم أساسي لدفع عجلة التنمية ودعم قدرة اقتصادها على خلق فرص العمل اللائق وتعزيز تنافسيته عالمياً، فهي تعزز اهتمامها بالتصدي للمخاطر البيئية التي تتصارع وتيرتها عالمياً، وترسخ السياسات ونظم الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية في تخطيطها للتنمية الاقتصادية، وتعزز الترابط بين مقاربات معالجة قضايا المياه والغذاء وتغير المناخ والطاقة، وتواصل سعيها لتبني آليات الاقتصاد الأخضر.